شوف الرجاء خويا غادي تكلم على كي تشوفها الرجاء غادي في مستوى عالي زعما الكفاءة ديالها وكان مدرب عندها الرحمة ديالو تنظر ان اللاعبين حاسين بالمسؤولية حاسين بالجمهور الرجاوي صراحة تيتسنى لقب ان شاء الله اما شابين ولا الكأس طبيعة الحال ان فريق رجاء البيضاوي غادي يقول الكلمة ديالو تاع الافلام في الكأس ولا في البطولة ان شاء الله شوف شابين ليك دابا مابقاش تخلع حنا شابين تيبان لنا الفرق عادية ودابا الرجاء معروف الشابين ليك ديال اللي تيدوزات تلعب الدراري الشابين انا ما لا خوفا على فريق رجاء البيضاوي تقول كلمة ديالو ان شاء الله في هذه السنة هذه غادي يكون خير ان شاء الله زياد زياد ما غاديش نهضر عليه ما كنقول تمشي تفرج بغيتو هو يكون ضارب على بلاصته كما تنقولوا شوف الامكانيات الفرديه اللي عنده ما نهضرش ضارب على بلاصته شليش هاواي